السلام عليكم. ده إن شاء الله الفيديو الأخير في الجزء بتاع الاكسبلويتيشن، بنتكلم فيه عن البورت فورواردينج. اوكي، ده كده كده هنتكلم فيه برضو حتة تانية في الجزء بتاع البوست اكسبلويتيشن، فلو ما فهمتوش بنسبة 100% ممكن برضو تفهمه تاني من الجزء بتاع البوست اكسبلويتيشن، وهديلك طريقة أسهل من الطريقة دي. الطريقة دي هتكلم فيها بديتيلز أكتر، وهي نوعا ما رخمة شوية في الفهم، بس هحاول أوضحها لك على قد ما أقدر وربنا يسهل. تمام، إيه بقى هو البورت فورواردينج؟ ببساطة لو افترضنا إن ده الأتاكر ماشين بتاعتي، تمام، يبقى اللي فوق دي البوكس اللي فوق ده هو الجهاز بتاعي اللي نزل عليه كيري لينكس، تمام، اللي أنا بعمل منه مثلا الهاكينج أو البين تيستنج، وعايز أكونكت على البوكس اللي تحت ده، تمام، اكونكت عليه مثلا على الاس اس اتش على البورت 22. حاجه هتلاقيها دائمه الاستخدام او كثيره الانتشار ان بتلاقي دايما هم بيفلتروا الكونكشنز على البورت 22، او مشغلين فاير وول بيمنع الكونكشن على البورت ده. طيب هنا بقى بتيجي حته البورت فورواردنج، ان انت تحاول تبعت الاتصال بتاعك لوسيط في النص او لجهاز وسيط في النص، والجهاز الوسيط اللي في النص ده هو اللي يبعته للبوكس اللي هناك، والبوكس اللي هناك يرد على الوسيط، فالوسيط يرد عليك. اوكي، طيب هناخد السيناريو ده. انا دلوقتي اخترقت جهاز او اخترقت مثلا او جهاز اخترقت جهاز في النتورك اللي هو الجهاز ده، حلو. بس دلوقتي الجهاز ده بعد لما انا اخترقته وعرفت اليوزر نيم والباسورد بتوعه، انا عايز اعمل كونكشن عليه بقى على الاس اس اتش عشان يسهل لي الشغل بتاعي. لقيت ان هم مفلترين الكونكشن ده على الاس اس اتش. ساعتها على الجهاز ده انا ممكن ارن تول، واللي انا هوريها لك دلوقتي، تلسن على اي بورت مثلا 4 وحايد، والكونكشن ده انا ابعته على التارجت سيستم على بورت 4 وحايد، فبورت 4 وحايد يروح جاي محوله على بورت 22. الكلام ده ازاي؟ تعال نشوفه. اوكي، نصغر دي كده شوية ونحطها تحت دي. تمام، هنفترض ان التيرمينال اللي على الشمال دي هي ايه؟ الاتاكر سيستم، حلو، والتو تيرمينال اللي على اليمين دول تيرمينال مفتوحين على التارجت سيستم بتاعي، وباي ديفولت السيستم بيعمل لسن على بورت 22، تمام، يبقى باي ديفولت هو بيعمل لسن على ايه؟ بورت 22. حلو الكلام. انا دلوقتي لما باجي اكونكت من الجهاز بتاعي اقول له مثلا نت كات كونكت على الاي بي اللوكال هوست بتاعي على بورت 22، هو دلوقتي هيعمل كونكشن، بس انا بقول لك ممكن يبقى في فاير وول يمنعني ان انا اعمل الكونكشن ده. يبقى انا دلوقتي هفترض السيناريو ده، ان التارجت سيستم بتاعي، طيب 1 مينت الاذان، تمام، هنفترض دلوقتي ان ده السيرفر، التو تيرمينال دول هم بتوع التارجت سيستم، والتارجت سيستم بيلسن على بورت 22، بس انا من جهازي مش قادر اكونكت على بورت 22 ده بسبب ان في فاير وول مانعني من ان انا اعمل له كونكشن. شبه الصوره دي، في فاير وول مانعني من ان انا اعمل له كونكشن. ساعتها ممكن استخدم حته البورت فورواردنج. ايه الفكره بقى؟ ان انا اخليه مثلا اعمل زي نت كات وليكن يعني بيلسن على بورت 4 وحايد، حلو، وانا من هنا اكونكت على بورت 4 وحايد. ما خلاص، ما انا هكونكت عليه عادي جدا، تمام، اهو بكتب كلام بيظهر وهنا بكتب كلام بيظهر. اوكي، اللي انا عايز اعمله بقى حته البورت فورواردنج. ايه بقى البورت فورواردنج؟ ان انا اخلي الجهاز ده لما يجي له كونكشن على بورت 4 وحايد يبعتوا ليه بورت 22 اللي تحتيه ده. ده بالظبط اللي انا عايز اعمله، تمام. اعمل الموضوع ده ازاي بقى؟ في تركايه كده صغيره ممكن تعملها، وفي طرق تانية، بس انا هوري لك التركايه دي الاول. اول حاجه هنكريت نود. افهمك ايه النود دي بقى. اوكي، اول حاجه ميك نود، اي حاجه ممكن ريلي نود، اكتبها احمد اي اسم انت عايزه، بس جاست فور سمبلستي انا اكتبها ريلي نود، وده النوع بتاعها بي. لو عملت ال اس او ال اس داش ال هيقول لك ان انت عندك حاجه كريتس هنا اسمها ريلي نود،
والنوع بتاعها بي اللي انا عطيته لها. اوكي، بدون دخول في تفاصيل، ده مش السكوب بتاعنا. فكرة الريلي نود دي بالظبط هتتعامل هنا كأنها جيت، كأنها بوابة، بوابة تستقبل الكونكشن اللي هيجي من هنا وتبعته للكونكشن اللي هيجي من هنا، او تستقبل الانبوت اللي هيجي من هنا وتبعته للوحة دي، ودي تستقبل الانبوت بتاعها وتبعته للخانة دي. اوكي، تعالى بقى نكتب الامر اللي انا كنت كاتبه من شوية. الامر ده بقى كومبليكيتد سنة كده، تعالى نحاول نفهمه. اوكي، الشاشة الكبيرة دي، تمام. ايه بقى اللي بيحصل في الشاشة دي؟ ببساطة انا بقول له عادي جدا لسن على بورت 4 4. حلو، هنا بقول له ايه بقى الحاجة اللي هتجي لك من بورت 4 4؟ 0 في لينكس وقلنا معناها ان هي ايه، انبوت، وواحد معناها اوتبوت. فانا بستخدم الريلي نود في كده ان هي تاخد الانبوت اللي هيجي من البورت ده، تمام، تبعته للريلي نود، والريلي نود الداتا اللي جواها دي تروح جايه مطلعاها، تمام، از اوتبوت ليه البورت 22 على الجهاز اللي تحت. الاول تعالى نرنها ونفهم الموضوع كويس. دلوقتي انا هقول له ايه، هاي اي ام التكر. اوكي، ايه اللي حصل؟ هاي اي ام التكر دي راحت لبورت 21 اللي انا بكونكت عليه اللي هو ده، دخلت له ايه، از انبوت، ما هو ده بيبعت انبوت لده، فالانبوت هنا زيرو، فراح الانبوت ده راح للريلي نود، تمام، راحت الريلي نود دي طلعته از اوتبوت لواحد، تمام، للامر ده، فراح الاوتبوت اللي جه لده اتبعت لي بورت 22 فزار هنا. هنا تقول له هاي اي ام فيكتيم، دوس انتر. ايه اللي حصل؟ ما ظهرتش هنا برضو، ظهرت هنا. ايه اللي حصل؟ الداتا دي اتبعتت از انبوت للنود دي، حلو، فطلعت از اوتبوت في النود دي. بعد كده راحت الداتا دي اتبعتت للكونكشن بتاع 11 او 4 وحايد وراحت هنا. يعني ببساطه، تعال نرجع هي دي نفس الكلام اللي انا عملته. اوكي، تعال نرجع بقى لدي. يعني ببساطة أنا مش عارف أكونكت على التارجت سيستم على بورت 22، فبروح جاي فاتح وسيط في النص على نفس الجهاز أو على جهاز تاني، مش هتفرق. عبارة عن إن هو عبارة عن حاجتين، نت كات ليسنر، وده بيلسن على بورت 4 وحايد اللي ده بيكونكت عليه، تمام، والحاجة اللي بتجيله بيبعتها للريلي نود، فالريلي نود تروح جاية بعتها للجزء التاني. الجزء التاني ده هو النت كات كلاينت اللي بيكونكت على اللي هو هنا ايه، بورت 22. طب بورت 22 بعت حاجه للنت كات كلاين، فراح هو بعتها ليه، زيرو، وزيرو بعتتها لواحد، فواحد راح بعتها للنت كات ليسنر، فنت كات ليسنر بعتها للتكر شيل. بص الموضوع بيلخبط شويه، هو انا معاك، وعشان كده في البوست اكسبلويتيشن هدي لك طريقه اسهل، بس حاول برضو تستوعبها، والسكريبت ده يكون معاك، هو عباره عن سطر واحد ومعتمد على نت كات اللي انت دايما هتلاقيها في اي لينكس، اي نسخه لينكس، والامر بسيط جدا. فده يعني هاند سكريبت كده يبقى معاك في اي وقت عاوز تكتبه، اهو بقيت تقدر تكونكت على البورت ده براحتك. تمام، فالفكره كلها زي ما بقول لك ان انت بتكريت نود تاخد الانبوت من الجنب ده، سوري، وتطلعه از اوتبوت للجنب ده، وتعمل العكس برضو. لما دي الفكره اللي بتعملها بين الاثنين، تاخد الانبوت من هنا تطلعه از اوتبوت لهنا، وتاخد الانبوت من هنا تطلعه از اوتبوت لهنا، فبتتعامل في النص كانها جيت، كانها بوابه او كانها كوبري. فعشان كده احنا بنكريت نود، ريلي نود. ريلي نود فكرتها كلها ان هي بتتعامل معاك كانك بوابه، بتاخد الانبوت من الاتجاه ده تطلعه از اوتبوت للاتجاه ده، والعكس، تاخد الانبوت من الاتجاه ده وتطلعه از اوتبوت للاتجاه ده، وده بيكونكت مع الجهاز بتاع الاتاكر، والجزء الثاني ده بيكونكت مع الجهاز بتاع الفيكتيم، فده بيعتبر في النص كانه جيت، كانه بوابه ما بين الاثنين دول. لو ما فهمتش حاول برضو تسيرش شويه عن حوار البورت فوروردنج.
في طرق كتير ممكن تعمله من خلال نت كات، وممكن تعمله من خلال الاس اس اتش، وممكن تعمله من خلال الميتا سبلايت، وممكن تعمله من خلال المتر بريتر، وهوريه لك في السكشن الجاي ازاي تعمله من خلال المتر بريتر. تمام، فليه طرق كتيرة جدا، بس انا بدي لك طريقة تكون مش معتمدة على حاجة، اللي هي النت كات. طريقة سهلة جدا، بيبقى فيه لسن على التارجت ماشين، وبيبقى فيه بريدج ماشين كده بترن عليها الامر ده، وبيبقى فيه الامر ده على الاتاكر ماشين، فده بيكونكت على ده، والريزلت اللي من هنا بيروح جاي باعتها لده، فده يكونكت على ده، والعكس برضو ده يكونكت على ده، فده يروح جاي باعت الريزلت لده، فده يروح جاي باعت الريزلت لده، وهكذا. عملية بسيطة بتتم ما بينهم عن طريق وسيط في النص، يقبل الكونكشن من هنا يبعته للجزء التاني بتاعه، فالجزء التاني يبعته للتارجت، التارجت يبعت للجزء الكونكشن لده، فده يبعته للجزء التاني بتاعه، فده يروح جاي يبعته ليه؟ الى التاكر، وهكذا. تمام كده نكون احنا خلصنا السكشن بتاع الاكسبلويتيشن، واشوفكم ان شاء الله في السكشن اللي جاي بتاع البوست اكسبلويتيشن.